خالص تعازي لشعب الكنيسة لقداسة البابا تواضروس وجميع البابوية والقساوسة وشعب الكنيسة والإخوة المسيحيين بالكامل لشعب مصر، ونتمنى إن شاء الله أن هذه تكون آخر الأحزان بالنسبة للشعب المصري جميعا، وإن شاء الله الفترة القادمة تكون أفضل بإذن الله. مين ما يرفضش الإرهاب إلا إذا كان إرهابي، لأن الإرهاب قتل أبرياء بدم بارد. يعني ده عشان يخش جوه مكان عبادة وناس واقفة تصلي رفع إيديها لفوق تطلب السلام لنفسها والبيوتها والبلد، ويروح يفجر نفسه ويدمرهم الدمار ده. احنا طبعا رحنا شفنا المكان في البطرسية بعد التفجير على طول، وشفنا الدمار اللي حصل في الكنيسة وفي المقاعد كلها اتحرقت، كله اتحرق. ناس ملهاش راح تصلي، راح تقابل ربنا، فده يكون جزائها شيء وضيع جدا، واللي عملوا أكثر وضاعة منه. يعني الخلاف بينك وبين مين؟ إيه القضية؟ بص يا حمد،